السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود أحمد. الفيديو اللي فات شفنا ازاي بنقدر نضيف اديتور للمشروع بتاعنا بتاع رن السيرفر اللي هو ده، وازاي بنقدر كمان نضيفه للادمن بانل بالمنظر ده، وازاي كمان نقدر نكستمايز فيه زي ما احنا شفنا ضفنا الكستمايزيشن للستنجز دوت بي واي. بدنا نتكلم عن حاجة جديدة، ما عدناش هنتكلم عن السيرش بورت والباكجز دلوقتي، هنتكلم عن حاجة موجودة في الجانجو أصلا، جانجو بيمكنها لك كويسة جدا. هنتكلم عن المسج فريم ورك. ديجانجو عامل فريم ورك خاص بالمسجز. يعني ايه مسجز؟ تعال نبص كده، لو احنا فتحنا الكود بتاعنا حلو، هنقفل اي صفحه HTML حاليا يعني، ونفتح صفحات الفيوز بس. دلوقتي اليوزر عمل ريجستر، صح، انا عاوز لما اليوزر يعمل ريجستر، خلاص عمل ريجستر في السايت وعملت له ريدايركت على الهوم. طب انا دلوقتي لما عملت له ريدايركت على الهوم عايز اظهر له فوق نوتيفيكيشن، اقول له مثلا شكرا لتسجيل الدخول، شكرا ان انت سجلت في السايت، اظهر له ايه رساله؟ او اليوزر مثلا لما يروح يعدل البروفايل بتاعه هنا، بعد ما يعدل البروفايل قبل ما اعمل له ريدايركت اظهر له رساله اقول له مثلا ايه، تم تعديل معلوماتك بنجاح، اي حاجه اعرفه ان المعلومات تعدلت او في التشينج باسورد. فجانجو عطى لك الامكانيه دي في المسج فريم ورك. تعال ننزل كده، ده طبعا البيج اللي بتشرح المسج فريم ورك، بتقول لك ان هي مكونه من حاجه اسمها تاجز وشويه حاجات كتير كده، ده مش غرضنا دلوقتي. تعال ننزل نشوف ازاي بتضاف. اول حاجه خالص احنا محتاجين نعمل امبورت للمسج فريم ورك، ده اول حاجه. وبعد كده انت لو عاوز تحط مسج اليوزر حط المسج وحط نوع. تعال ننزل كده، هو ده اللي انا محتاجه. هعمل امبورت فروم جانجو دوت كونتريب امبورت ايمجز مسجز، وبعد كده عاوز اضيف رساله بقول له المسج دوت اد مسج، واقوم اعطيله المسج بتاعتي. طيب ايه انواع المسج المتاحه؟ في الانفو، في السكسس، في الورنينج، في الايرور، وتكتب الكلام اللي انت عاوزه في الرساله دي تظهر. طب لو انت عاوز تديسبلاي المسج دي، لو عاوز تظهرها بقى فتبدا تتظهر هنا. طب تعال عاوزين نحط الامكانيه دي، هقول لك تعال. تعال نفتح الفيو بتاع النوتس اب، نفتح الفيوز بتاعته. حلو. لو انا عاوز بعد ما ضفت نوت قبل ما يعمل ريدايركت عاوز احط رساله هنا، انا خلاص ضفت نوت، فتعالى هنا الاول نعمل امبورت للمسجز اهو. وعاوز دلوقتي بعد ما عملت قوم رايح ضايف رساله هنا قبل ما يروح يعمل اي حاجه. حلو، هاخد ده، هم جاينا هنا تحت، انا دلوقتي رحت ضفت الرساله وخلاص وعملت سيف قبل ما اعمل ريدايركت او منفذ السطر ده، اللي هو ايه؟ اللي هو اروح ضيف لي رساله اللي هي مسج انفو واسمها هير وورد مثلا، اي رساله. حلو. وبعد كده عايز اروح هي اتضافت، انا بعد ما بعمل هعمل ريدايركت على ايه؟ على النوتس. فافتح الملف بتاع النوتس ده واقوم حاطط فوق السكشن اللي بيتشيك لو في رساله ولا لا، اف مسج، اما انهم حطوا هنا. فدلوقتي لو في رساله هيروح ينفذ السطر ده، هنشوف السطر ده بعدين، بس تعال اهو، تعال نروح هنا، دي النوتس اد اهو، ظهرت اهو. تعال نضيف تايتل تيست نوتيفيكيشن، عاوز تيست نوتيفيكيشن، او مثلا ايه، مثلا ويلكم، اي حاجه مثلا. التاجز ضيف اي تاجز، اعمل كرييت نوت، مفيش أي حاجة ظهرت، مفيش أي حاجة ظهرت. طيب تعال نعمل حاجة، تعال نراجع كده الكود، نروح للفيو، تعال نروح للدوكيومنتيشن، وتعالى ننزل كده. تمام. طيب تعال نعدل على الرسالة دي، مسج اد مسج، لا تعال نضيفها بالستايل التاني. ليه زي دي؟ فتعالى ناخد دي، مسج دوت سكسس للريكوست والبروفايل ديتيل ابديت، ماشي. تعال نروح هنا، تعال نروح نضيف، هي النوت بتاعتنا ظهرت، تيست نوتيفيكيشن ظهرت اهي، ماشي. اد
تايتل مثلا تيست، وبعد كده تيست، واحط اي تاجز، اعمل كرييت نوت، برضو ما ظهرتش. استنى لحظة، نروح للنوتس، شيل الاف مسجز دي، وروح للبيز، وتعالى انزل تحت هنا بلوك بادي، بس كده ريفرش، وتعالى نعمل اد تيست 2 تيست كرييت نوت، برضو مظهرتش. طب لحظة واحدة، هي ممكن تكون بتظهر بس الفرونت اند عاملة فيها مشكلة. تعالى كده انسبكت ونبص على التاجز اللي موجودة، هي مش موجودة. طيب تعالى كده نحاول نضيف كمان واحدة عشان هي المفروض كده تشتغل. فالايرور ده ممكن يكون جاي من الفرونت. كريتنا اهو، ايوه، كليك يمين انسبكت، ايوه، في يو ال هي اسمها مسج، وانا بتقف عليها بتعلم. طب لو عملت كده مارجن توب 100 بكسل ظهرت اهي، هي دي اللي انا قصدها، بروفايل ديتيلز ابديتد. فهي دي كانت المشكله، ان هي في الفرونت مش ظاهره. طب تعالى تمام. طيب الفكرة ان هي بتظهر، طب لحظة واحدة، class messages، ماشي، تعال نروح لل css dot messages ونعطي لها مارجن توب 85 مثلا، نعمل ريفرش اهون. تعالى لو احنا رحنا تاني للاد وقمنا ضايفين تيست كده اي حاجه، بعد كده هنضيف اي تاجز ونعمل كرييت نوت، فظهر لك هو بروفايل ديتيلز ابديتد. دي الرساله اللي ايه، اللي هي موجوده في الفيو. فتعالى نشيل الرساله دي مثلا، ايه، تعالى نكتبها بالانجلش، هنكتب نوت created successfully. حلو. طيب عايز اروح اجيب ستايل ليها كويس، فانا جايبين bootstrap messages، فنلاقي الالرتس بتاع البوتستراب اهي، ممكن نستخدمها، ايوه، اللي هو بالشكل ده، حلو ده. فتعال نجيب الالرت سكسس ده، ونروح في البيز لو في مسجز، هنعمل الالرت تمام. وبعد كده انا ممكن بس نحط ده في دفايه، بس كده، ونسميها messages عشان تاخد المارجن. وبعد كده نقوم حاطين دي مش عاوزينها دلوقتي، وبعد كده ناخد المسج بس. تعال نعمل دي، نعمل عليها كومنت، وتعال نروح هنا نرفرش، مفيش أي حاجة، ماشي. نروح لاد ونقوم كاتبين bootstrap مثلا، ونكتب أي كلام، فلو success ظهرت أهي، ده ظهرك اللي هي إيه، ضفته، بس الرسالة ما ظهرتش. ليه الرسالة ما ظهرتش؟
دي مسجز. لحظة. طب لحظة. هنعمل لوب. زرت اهو نوت كريتد سكسسفولي، يعني كده مجرد ما انت بتكريت نوت كده كده النوتيفيكيشن هتصير لك على طول. حلو حلو. انا عايز اعمل دي برضو اضيفها فين؟ طبعا دول اللي احنا ضفناهم كلهم. عايز اضيف النوت دي اضيفها كمان في كل البيجز الثانيه اللي عندي. فاروح اهون، انا مش محتاجه هنا، مش محتاج الستايل ده. اليوزر اكونتس، عاوز لما اروح اعمل اديت لليوزر بروفايل يجي هنا يضيف مسج، فاروح اجيب المسج اهو، اضيف هنا مسج اقول له مسج تو سكسس، واقول له يور بروفايل ابديتد سكسسفولي، يعني البروفايل بتاعك اتعدل بنجاح. تمام. طب هل انا محتاج اروح اضيف اي حاجة تانية؟ لا، انت كده كده ضايف التاج ده في البيز، فكده كده ايا كان اللي انت عامله هيبقى موجود في البيز على طول، يعني ايا كان الصفحة اللي انت هروح لها هيروح في البيز ويظهر لك النوتيفيكيشن. حلو حلو. محتاجين ايه كمان؟ مجرد ان انا لما اعدل البروفايل يعمل لي يظهر لي الرسالة دي، وكمان في النوتس اب لما فين فيو، ايوه دي لما بعمل اد، عايز كمان لما اعمل اديت يظهر لي برضو رسالة success، ويقول لي نوت updated successfully، النوت بتاعتك اتعدلت برضه بنجاح. تمام. بس كده هي بقت ثابته معايا، هتظهر في اي مكان مجرد ما انا اكريت نوت او اعدل البروفايل بتاعي واعمل اي حاجه هتظهر. طب ليه مش بنتستاهل دلوقتي على البروفايل؟ هقول لك، عشان البروفايل لو لاحظت بعد ما بيسيف بيعمل ريدايركت على السلاش، والسلاش مفيش فيها صفحه اصلا، عشان كده النوت مش هتظهر. فاهم الفكره؟ بس هي دي المشكله. لكن احنا بعد كده لما نضيف الهوم نيجي نبص نلاقي بدات تظهر. دي كانت الفكره في المسج فريم ورك. كل الفكره ان انت هتعمل امبورت للمسج فريم ورك عندك. لحظه، عملناش امبورت هنا. تعمل امبورت فروم جانجو دوت كوم تريب امبورت مسجز، وبعد كده لما تعوز تظهر رساله، زي ما قلنا الرسائل اكتر من نوع، كل الفكره بس هتقوم حاطط اسم او نوع الرساله مسج دوت سكسس دوت انفو دوت وورنينج، وبعد كده تعطي لها الريكوست وتعطي لها الرساله بتاعتك، وتروح في البيز دايما تحط كده هو لوحده يعمل لها امبورت. وخد بالك هتقول لي رساله دايما سكسس، طب انا عاوز اظهر ايرور، طب انا عاوز اظهر حاجه، اقول لك لا، احنا ممكن نيجي مكان السكسس، مكان نوع الرساله اللي هو سكسس ده، ونحط المسج تاج، فهي لو سكسس يبقى هنا سكسس، لو وورنينج تبقى هنا وورنينج، يبقى ايا كان اللي انا عاوزه هيظهر لي هنا. تمام. لسه بس لما نظبط الهوم وكده هنبقى نرجع تاني للمسج فريم ورك ونظبطه في كل السايت، بس احنا بس بنعرف يعني ايه مسج فريم ورك بس كده. تمام كده الفيديو ده عرفنا بس المسج فريم ورك ازاي بنركبها، ازاي بيظهر شكلها. لما نعمل ابديت للهوم بتاع السايت ونظهر الشكل النهائي ليها، انا لسه هنرجع لها تاني ونشوف الايرورز، عشان لو انا بعدل في الفورم او انا بكريت فورم وحصل ايرور، او انا بعمل لوجن وحصل ايرور، الرساله دي تظهر لي. تمام. نشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، هنشوف برضو كمان تركية جديدة، او هنبدأ نعدل بقى الفرونت اند بتاع السايت، عشان خاطر نخلي الشكل النهائي للفرونت نعمله في السكشن ده من الكورس ان شاء الله. نشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.